السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. قناة اكلاتي هتقدم لكم من مطبخ ناني محمد طريقة عمل القرص اللي بالعجوة والقرص اللي من غير عجوة. يلا بينا نشوف. عندنا كيلو ونص دقيق، كوباية ونص سمنة، كوباية زيت، كوباية لبن للعجين، معلقتين سكر، معلقة ملح كبيرة، خميرة، شمر وينسون، والعجوة. يلا نشوف. هنحط كل البهارات الجافة، الخميرة والسكر والملح والشمر واليانسون، ونقلبهم مع بعض كده تقليبة كويسة. اللي اول مره يشوف قناه ناني محمد يعمل لي اشتراك في القناه ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وعايزه الكومنتات الحلوه بتاعتكم وقولوا لي رايكم في اللي انا بعمله. هنحط كوبايه ونص سمنه، كوبايه الزيت، ونقلب كويس. القرص ما بتبقاش ولا هي ناشفة قوي ولا ناعمة قوي يا حبايبي، علشان يعني لا ناعمة قوي بتبقى كويسة ولا ناشفة بتبقى كويسة، بتبقى متوسطة كده. نفرك العجينة كده بإيدينا، لحد ما نضيع الدقيق منها كده فرك كده. حلو قوي عليه الكيلو ونص، عليه كوباية ونص سمنة وكوباية زيت. حلو قوي كده عشان ما تبقاش ناعمة عليكم قوي وتتعبوا. نعملها كده بايدينا لحد ما نخلط الدقيق بالسمن. فركنا العجينة جامد كده وخليناها تختلط بالسمنة والزبدة، وضيعنا الدقيق خالص منها. ننزل عليها كوباية اللبن واحدة واحدة كده عشان نشوفها هتاخد كوباية اللبن كلها ولا لا، ممكن تاخدها وممكن نحتاج تاني. هتعجبكم كتير قوي، طعمها حلو ومحشية بالعجوة، كلنا بنحب الحاجات دي. محتاجة كمان حبة لبن نحط لها. خلصنا العجينة، هي اتعجنت كويس، خدت كوبايتين الا ربع لبن، كوباية سمنة وكوباية زيت، وعجناها. نسيبها بقى تستريح كده حوالي نص ساعة ونرجع نقطعها. ريحنا العجينة شوية نقطعها، لازم ترتاح علشان تعرفي تشكليها.
عشان هنعمل نص عجوة ونص سادة. برضه نريحها شوية، نحط نلمها كده ونريحها شوية. شكليها حسب ما انت عايزاها، عايزاها كبيرة شكليها، عايزاها قطع صغيرة شكليها حسب الرغبة. نحشيها بالعجوة، اللي عايز يحشيها بالعجوة يحشيها، اللي عايزها سادة برضو يخليها سادة حسب رغبتكم. شوفوا جميلة هي، بتبقى حاجة سنة في البيت كده مفيدة وطعمها حلو ونضيفة، فما نعملش حاجة، ما نشتريش حاجة من برا، كل حاجة بنعملها في البيت، البيتزا والفطير وكل حاجة بنعملها في البيت. سيبها تستريح شوية، انا بقى ما نقطع الباقي ونرجع لكم. نعمل العجينة دي، نبططها كده ونجيب كوباية غطا قطاعة اللي عندك اي حاجة، يعني ايه احنا نفردها بس ما نفردهاش، ما نخليهاش رقيقة قوي عشان القرص السادة بتبقى او بالعجوة ما تبقاش رقيقة جدا، تبقى سمكها كويس عشان لسه هترفع كمان في الفرن. عجينة فردناها، سمكها يعني السوق يعني بتاع نص سنتي كده علشان ما تبقاش رقيقه، تبقاش بتبقى مش حلوه. هنجيب كوبايه او قطاعه او اي حاجه ونقطع بيها. احنا ممكن نقطعهم ونعملهم نعملهم قرص، نقطعهم على ايدينا واحده واحده، بس دي عمليه سهله لكم، جبتها لكم كده عشان تبقى سهله الناس المبتدئين اللي هي لسه من اول مره تعمل قرص ولا حاجه، عشان تبقى صعبه عليهم. حاجه جميله كده وسهله، جربوها ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. حاجه حلوه للفطار كده مع الشاي باللبن او اللبن الساده، ممكن تاخديها معاكي وانت رايحه الشغل، طالعين رحله اي حاجه. سلية ونقطة زيت عليها كده، ندهن الصينية كده، بنحط السمنة حبايبي، السمنة بتخلي اي حاجة تلزق، بس احنا مش هنرمي ده طبعا، الزوايد دي مش هنرميها، هنشتغلها تاني، هنلمها تاني ونعملها قرص.
نخلي فيه فرق شويه كده بين دي وبين دي عشان ما يلزقوش في بعض. القرص اللي بالعجوه جميله، والقرص الساده برضو حلوه، لان في ناس بتحب الساده وفي ناس بتحب اللي بالعجوه. شوفوا اخلص وارجع لكم. سيبناه يفتح شويه، نجيب كده. احنا محضرين العجوه اهي، مقطعاها وجاهزه على الايه، على كده. نجيب الصينيه، حاطين برضو فيها حبه زيت، دهنينها بالزيت كده عشان ايه، نحط فيها على طول لو مش عايزه تكتري فيها ما تكتريش عشان العجوه ما تبانش، بس هي هترفع مش هتبان. كده ما نخليهاش ايه رفيعه، يعني ما نبططهاش قوي عشان ما تبقاش رفيعة وتتحرق مننا في الفرن. دي كده نحشيها كده بالعجوة. اكملها وارجع لكم. خلصنا تقطيع السادة، قطعناه زي ما شفتوا كده بالكوباية. اللي عايز يقطعه قطع صغيرة ويبططه كده ويحطه يفرده ويحطه ماشي. وخلصنا اللي بالعجوة اهوت، هنحطه في الفرن ونرجع لكم تاني. فرن على درجة حرارة 180. خلصنا خبيز وطلع شكله يجنن اهوت، شكله حلو ازاي. عندنا اللي بالعجوة، بس العجوة وعندنا السادة برضو، جميل شكله حلو تحفة. اتمنى ان انتوا تزوروا قناتي، تعملوا لي اشتراك في القناة ولايك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. واتمنى لكم ان انتوا تجربوا القرص الجميلة دي اللي بالعجوة وقرص من غير عجوة. وبالهنا والشفا.